وفي المقابل أيضا نجد أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. نجد أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. بما تتكلم عن الله، تخبرنا من هو الله جل وعلا. وما أجمل ما قاله بعض أهل العلم، قال كل فقرة من فقرات هذه الآية المباركة يصلح أن تقدم بين يديها اسم الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لو جعلنا اسم الله في بداية كل جملة أو بداية كل كلمة تقريبا في هذه الكلمة التي لها معنى، الله لا إله إلا هو، الله الحي، الله القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تعريف. لو قرأنا هذه الآية بتدبر لعرفنا بما سادت هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى، وصارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. واستوعب هذا أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره صلى الله عليه وسلم، على صدر أبي، وقال له ليهلك العلم أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم، كيف استوعبتها؟ كيف أدركت ذلك؟ كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ لأنه يتدبر يفهم كلام الله جل وعلا.